انتبه حتى لا تحرق الثلاجة طعامك. هل لاحظت أنه عند ترك اللحوم أو الخضروات أو الآيس كريم فترة طويلة في المجمد تتكون طبقة من الثلج على سطحها، وأنه عند تناولها تكون جافة بعض الشيء وفقدت لذتها؟ هذه هي حروق التجميد. تحدث حروق التجميد لأن الثلج الموجود في الطعام المجمد يتسامى، أي أن الماء يتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية مباشرة بدلا من أن يذوب أولا ثم يتبخر. وعلى النقيض من الصقيع العادي الذي يعرف أيضا بالصقيع الأبيض، والذي يتكون عندما يتجمد بخار الماء الموجود في الهواء ويتحول إلى بلورات على سطح شيء بارد، فإن الجليد في حروق التجميد يأتي من الماء المثلج الذي يحتويه الطعام نفسه. ولهذا يقل حدوث حروق التجميد في الدقيق والمكسرات عنه في الخضروات واللحوم والآيس كريم، فهي تحتوي على قدر أكبر من الماء، والنتيجة النهائية هي انتقال الماء من داخل الطعام إلى خارجه بحيث يتركه جافاً ومجمداً لكنه ما زال صالحاً للأكل. إنك ببساطة تجففه بالتجميد، وإن كان الطعام قد يتأكسد أيضاً ويتحول إلى اللون البني. وبالطبع من الممكن أيضاً أن يتسامى الثلج نفسه، ولهذا يتقلص حجم مكعبات الثلج في العلب الخاصة بها مع مرور الوقت، كما أن الجليد المتكون على جوانب المجمد يأتي جزئياً من الماء الذي كان موجوداً في مكعبات الثلج والطعام الموضوعين في المجمد. يحدث التسامي بسهولة أكبر عندما يكون الهواء جافاً وعندما يقترب الثلج من درجة ذوبان الماء، ولذلك نستطيع أن نتجنب تعرض الطعام لحروق من خلال إبقاء المجمد على درجة برودة ثابتة ومنع الهواء من الوصول إلى الطعام داخله، وذلك بتغليف الطعام مثلا في أكياس تجميد بلاستيكية خالية من فقاعات الهواء. علاوة على ذلك، لا تقتصر حروق التجميد على المجمد فحسب، بل تحدث في الطبيعة أيضا، فزهور الصقيع التي تنمو على الجليد البحري على سبيل المثال تتكون عندما يتسامى بخار الماء من الثلج الدافئ متحولا إلى هواء أبرد من أن يحمل البخار، وعندما لا يجد البخار مأوى له فإنه يعود ليترسب على السطح في صورة زنابق من الثلج، فيا له من تسام بديع. ونستطيع أن نقول إن التحريق هو الوجه الآخر للتجميد، إذن يجب علينا أن نحترس، فمن الثلج ما حرق.